Eslil Epi prosef kistasi te Erene pasi أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك كما الآن الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس النعيم وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتباته الأولى لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي ائتمنته على خلاصنا بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطية وحداها وصرت لنا وسيطا لدى الآب والحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمتها أصلحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت تدبير بالجسد وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أترك لكم هذا أيضا الآن أنعم به لنا يا سيدنا طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياد ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر الملبس الموت صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انطراح في الحكم من موهبتك غير المائتة السمائية بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات بعدكم بعدا بقبلة مقدسة
يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. ارفعوا قلوبكم فلنشكر مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا يحد غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرأفات أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل لك الكراسي الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك
ربوات ربوات يقدمون لك الخدمة. أنت الذي يباركك غير المرئين، وأنت الذي يسجد لك الظاهرون، ويصنعون كلهم كلماتك يا سيدنا. أيها الجلوس قف، أيها الكائن السيد الرب، الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب، الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدوس الحقيقي، الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة، الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم. اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين، احسبنا مع القوات السمائية، ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة، ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفطر، ونبارك عظماتك. وإلى الشرق انظروا، أنت هو القيام حولك الشاروبيم والسرافيم، ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر، فبجناحين يغطون وجوههم، وباثنين يغطون أرجلهم، ويطيرون باثنين، ويصرخون واحد قبالة واحد منهم، يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا، يسبحون وينشدون ويصرخون قائلين: Oh,
قدوس أنت أيها الرام، وقدوس في كل شيء، وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك، وغير موصوفة هي قوة حكمتك، وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. خلقتني إنسانا كمحب للبشر، ولم تك أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك. من أجل تعطفاتك الجذيلة كونتني، إذ لم أكن أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي عليها. من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي. لم تدعني معوذا شيئا من أعمال كرامتك، أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في صورة سلطانك، ووضعت في موهبة النطق، وفتحت لي الفردوس لأتنعم. أعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة، وعرفتني شوكة الموت. غرس واحد نهيتني أن آكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي، وتركت عني ناموسك برأيي، وتكاسلت عن وصاياك. أنا اختطفت لي قضية الماء، أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا، كراع صالح سعيت في طلب الضال، كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط. ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة، أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض. أعطيتني الناموس عونا، أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسك. كنور حقيقي أشرقت للضالين، وغير العارفين. Oh.
أنت الكائن في كل زمان، أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المح. وإذ أنت الإله لم تضمر اقتطافا أن تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك، أكملت ناموسك عني، أريتني القيام من سقط طين، أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم، أزلت لعنة الناموس، أبطلت الخطيئة بالجسد، أريتني قوة سلطانك، وهبت النظر للعميان، أقمت الموتى من القبور، أقمت الطبيعة بالكلمان، أظهرت لي تدبير تعطفك، احتملت ظلم الأشرار، بذلت ظهرك للصياد، خداك أهملتهما للطف، لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصام. أتيت إلى الذبحين مثل حمل حتى إلى الصليب، أظهرت عظم اهتمامك بي، قتلت خطيتي بقبرك، أصعدت بكورتي إلى السماء، أظهرت لي إعلان مجيئك، هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كأعماله. أقدم لك يا سيدي مشورات حرياتي، وأكتب أعمالي تبعا لأقوالك، أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا. أعطيتني إصعد جسدك بخبز وخمر. في الليلة التي سلمت في ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك، أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين الموحياتين. من أن هذا هو في الحقيقة يا
ونظرت إلى فوق نحو السماء إلى الله أبيك وسيد كل أحد وشكرت. آمين. وباركته. آمين. وقدسته. قسمته. أعطيت أيضا لتلاميذك القديسين نسلك الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا وجسدي الذي يقسم عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. كذا أيضا بعد أن أكل وخست كأسا ومدجت من خمر وماء وشكرت. آمين. وباركتها. آمين. وقدستها. أعطيت أيضا لتلاميذك القديسين رسلك الأطهار قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا هذا أصنعه لذكري. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض موتك المحيي قبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا للحمل كلمة الله. يا رب
وهذا الخبز تجعل جسدا مقدسا لك. هذه الكأس أيضا دما كريما لعهدك الجديد. تعلم مغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة. دانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. الرعاة اضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم. أعطي بهان للإكليروس نسكا للرهبان والراهبات. طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للمتزوجين. رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء. وداعة للفضلاء معونة للمساكين. أشيو قويهم والذين في الحداثة أدبهم. غير المؤمنين ردهم ولتنقد افتراقات الكنيسة. لتعاظم أهل البدع ونحن كل نحسبنا في وحدانية التقوى. مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي مسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا نذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا شنودة الثالث. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنبيهم على كنيستك المقدسة أرعو قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسين والشمامسة. صلوا من لبين القمامسة والقصوص والشمامسة والإبوذياكونين وسبع طغمات كنيسة الله. كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله
خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل أديرة تبان الأرثوذكسين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والقرى والجزائر والأديرة. ساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. عن أهوية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يباركها المسيح إلهنا ويكملها سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا. كمقدارك نعمتك فرح وجه الأرض لأرواح أرثول تكثر أسمار وعدل الدر والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا إن هذا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تسكت جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء أبان القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة القديس يوحنا الصاب والشهيد قديس طبانوس رئيس الشمامسة والشودان نازل إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريا القديس واسم علمنا ديوسقو قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكهنة والشهيد رئيس الكهنة قديس يوحنا ذابي الفم والقديس يودوسيو القديس يوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس أريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أريغوريوس صانع العجائب والقديس أريغوريوس الأرماني 318 مجتمع ابن قيون 150 قسطنطينية 200 بافسوس أبانا الصديق العظيم أنبنطونيوس البار الأنبا بولس 3 أنبا مقر القديسين جميع أولادهم لوباس الصليب أبانا أنبا يؤنس القموس أبانا أنبا بشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بابولا طمي حسقيال تلميذ سيدة المقدسة الرومية ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شيات والقبل القديس أنبا موسى أحنس كام القس أبانا بأتدرس القموس أبانا باباخوم صاحب الشريك تدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصى تلميذه كل مصاف قديسي هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي
دع علينا. القارئ فليقول أسماء أبانا البطارك القديسين الذين رقدوا. الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. هؤلاء كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسين. الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. اهدينا إلى ملكوتك كي بعدك ما أيضا في كل شأن يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شأن كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم. فلنشكر الله ضابط الكل ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا لأن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وأسعد أسراره الإلهية غير المائتة. بسوما إثوى إسمو فتايو Sen je pi panto karato repshay se penoti. Amin amin. Ebro se dextasti. السلام لجميعكم. ولروحك أيضا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والسلام اللذان يخرجان الشياطين إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. كريا ليسون إيه
الصوم والسلام اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والسلام اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بأصبع الله. الصوم والسلام اللذان عمل بهما أهلني نواه فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنه. الصوم والسلام اللذان عمل بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيء أجيال كثيرا. الصوم والسلام اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. الصوم والسلام اللذان عمل بهما الشهداء حتى سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي. الصوم والسلام اللذان عمل بهما الابرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الارض من اجل عظم محبتهم في الملك المسيح. نحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مغضي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. احنوا رؤوسكم أمام الرب. أمامك يا رب. سيتو بخوف الله آمين. إيرني باسي اذكر يا رب ضعفي أنا أيضا اغفر لي جميع كثر الاسم تكثر نعمتك من الخطايا الخاصة نجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك حللنا يا رب حلل كل شعب من كل خطية من كل لعنة سيدنا بعقل وقوة وفهم نهرب إلى التمام نصنع مرضاتك كل حين اكتب أسماءنا مع كل صوت سلام كنيستك رئيس كهنتنا البابا اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها مستحقا ومع روحك ننصت بخوف الله امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقديس مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس امين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد
إيرني باسيم ثم عجم كيمة من الاثنون يسو خريستو تثيو يمون أمين أليون تيميون سوما كيمة الاثنون يسو خريستو تثيو يمون أمين يسو ما نمبس نفنت مانويل بنوتي فاي بيخن أمثمي أمين آمين 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 أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير هذا والجسد المحي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتداد ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن بلاص البنطي سلم عنا على خشبة الصليب المقدسة برادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة يوم لاهوت لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاص مغفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 هذا هو بالحقيقة آمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم رتلوا بنشيدنا الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الذكية السمائية يا رب